ما على جزء قليل من هذه الاستطاعة يا ربنا التي ترضى عنها، فبرضاك يقوى إيماننا، وبرضاك يشتد عودنا، وتستقر مواقفنا أمام الظالمين في الشرق والغرب. اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. الآن إن شاء الله تعالى وبتوفيقه نقارب بعض آيات من سورة الملك. شكو ربي سبحانه وتعالى، وللذين كفروا، بعد ما تذكر اسماء وخلق الرحمن، هنا شكو وللذين كفروا بربهم، تكفر بشيء آخر، إبليس اكفر بي بالتمام وذقه أشأم الألم. أما تكفر بالله، ماشا تعرفك النعمة، خلقك هي نعمة من عنده وحده، والنعمة اللي أنت تتقلب فيها أنوال وأشكال خجام الهواء، ذيك والهواء ما هوش نعمة، والأمر الكلام ماشا مش كمله من اسمه مش كمله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، بين لك رب فما عذاب يدولوا الإفوة يا عبل أنتوا يا عبل، وجهنم لونفير سبودير لترنتي ضو ست إبار الجي. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير كالمبيد استعمل، إذ يلقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفر، يعني موش حريق برد يصلون فيها يحرقون فيها فقط، حتى الصوات مزعجة لقصة لقصة غاية. ونحن نعرف هنا الميزان الصونور البرميو كذا وليزيفي نيجاتيف، نعرفه ديستركتيف تترى يا ربي، حتى ربي قال من عذابي أن يهبط صوت كبير يجعلهم صرع، منا كعجازي نقل موقع لا حركة فيهم ولا حياة، دخلوا في مرحلة أخرى من العذاب، عذاب الدنيا ذقوا منه لكن ينسوا. وقتل الحلاوة ذكرهم بها، حلاوة القرب من الله وحلاوة المأكل المشرب والجنس وكذا، ما أنا يكفر قل أحلى نهر الحلاوة تشتعر منه، هذا شي يقولون تشتعر منه تلون ذوق، هذا ذوق في صديع ورديع وفي النفاق وفي الاعتداء على الناس وحرمة الناس وقنقن وإضاعة المال وكثرة السؤال وإضاعة الوقت، والوقت اللي مش تايم يزمون يحضر، الوقت هو عنصر كبير، كان أخذته وسلمته من عذاب الله ومن الغفلة ووقعته تحت السلطان إبليس، وإذا كان أخذيته كما هو هدية من الله سبحانه وتعالى اللي هو فوق الزمان ربي هو الدهر، كان أخذيت فسيدك بالرحمن مش تكون في القمة، وإذا كان انكرت ومكش فاهم كل كلمة تقولها ليك ولا عليك، كل لحظة تعديها بغير ذكر الله تكون نكبة عليك وتتحسر عليها يوم القيامة لأنك مجلستش وذكرت ربي في أي مجلس، مجلس انفرادي تجلس أنت فقط، ولا مجلس مع زوجتك ولا مع أبويك ولا مع خويك ولا مع شركائك وزملائك وكذا، كله مش تندم عليه. اليوم عندنا في الإذاعات في القنوات في الفيسبوك كل الحديث كان على البطن وشهوات من كل، ويجيبوا عهرات ويبداوا يتكلموا عنه، أو فلانة ما كيف حد تحدق على البقلاوة، انظر مرارة اللي تعقب البقلاوة من الحرام واليغلق كما ألهتكم حدك الرحمن، يقول يا لكم تايين ومتخذين، أرجو ربكم خير لكم، هذا الشيء لا يمت بالسلاء إلى الإسلام، نذكر نعم الله هم بنعمة ربك بحدث. أما أن تشغلنا هذا الانشغال حتى كاد يقضي على الإيمان، هذا لا يجوز أن نقبله بأي كان بأي صلة كان. وللذين كفروا بربي عذاب جهنم وبئس المصير، يذلقوا فيها سمعوا لها شيقا ويتبوروا بل تصور عاد الآية القرآنية يتحرك على ذاب، ما قلت الشرق ما أجمع خلعته والله والخلعك مش تكون أنت خلعت الإسلام وكفرت من الانتساب الى الاسلام ظلما وعدوان، كما جماعه قال لك انا وطني، هو اخطر واحد على الوطن،
ما كانش بورقيبه رئيس الوطنيين وهو اللي يلقن فيهم الوطنيه وبن علي زاد في الطنبور النقبه كذا، وينه عاد؟ وانكشفت التواد الاسرار وسقطت الاقرعه ورينا الخنار اللي تتمناه باش يرجع سلطان الظالمين الهالكين لم يتوب. تعالى كل يوم حد يطول، لكن انا ادعوكم الى زياره القران في عده اقلام. شو الموضوع بتاعك اللي تحب عليك؟ تو ترى الخبر اليقين وتسمع هذا اذا كان كنت عندك انتوندومون اللي تعرف تسمع وتعرف تحلل وتعرف تاخذ دروس. هذا اذا كان قدرت، ماكمش قادرين، ذراعكم مكسر. علاش؟ خاطر تقولوا مسلمين وانتم تغلبون الرحمن بالليل والنهار. وين الاسلام؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هذا زعام الكرب. ونقول لكم رد بالكم، اذا كان نومكم ابليس مش مثلا يعني نوم الراحه والريكبريشن، نوم نتاع غفله مش تتكلف لكم اي مصايب جمع. افهموا، ولهذا احنا هنا لولا حرصنا على سلامتكم ما كنا نعتني بهذا الموضوع، موضوع جهنم والقبور والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان وبرعات. شوف شو مش توت اون باتري دو تيست هذيك، مازال صراط ومازال تطيح وعاود تطيح، لانك ما عرفتش قدر ربي في الدنيا. والان مش يجي الحديث عنك، مش كيفاش مش تعترف بذنبك اللي اليوم تدرك فيه، تعرف روحك اللي ما كاينش حد في الاستقامه، وتزكي روحك بالليل والنهار وعلى راتب الاحسن في التزكيه. انا صنافه، انا الراقصه. الراقصه ترقص على ماذا؟ وتفرح في الناس وما وصلتهم اذا كان مش يكونوا في الغفله على الدوام. لو كانوا راقصه وظهروا ودركوا وميلوا والمشوار والفصيل كلها كل وذاك لا يشهد لكم انكم مسلمين، بل انتم اخطر الناس على الاسلام. هذا كان حبيت تفهموا، هنيئا لكم تكونوا منا وربما خير منا. واذا كنت تحبوا الاعمال ربي بيزيدكم اعمال. فلما زاغ وزاغ الله قلوب، زاغت قلب القلوب، زاغت الوجوه، ما عاد فما الجنه. مصمص، هذا كان تعرف مصمص. كان دخلت الحمام الفيزيائي يدخل الحمام الروحي، شنو اللي يملك؟ الحمام الروحي على نتمتع به باللحظة، كل لحظة واحنا في الذكر وفي التطهير. لا نزكي بلك الله يزكينا، بكون القرب منه حاضرين بين يدي محبين له بصدق، من الطالبين زيادة في البركة ولما جروا الخيرات، اللهم أنعمت فزد. وهذا من فضل ربي تكتبوه على السيارات وعلى الواجهات وعلى الألزم، لكن ما نريناش الريحة، الريحة من فضل ربي تعبروا عنها حقيقة. أنتم معشر منافقين، معشر جهال تافهين، كل شيء سمش عندكم. يسخر روحكم فنانين في القمة، كل واحد منهم يسخر روحه، هيركل والآخر يسخر روحه كذا، وجاكي شون في الزار مارسيو اتسيتيرا يسيكم يا ناس. وذاك المغني الفلاني واللي فوق تعب الحساب برا مش يزهم على بعض والجنم، ما يناديهما يناديهما للسعادة وقت اللي هما مزات دي فوق أورو، ما عندكم شيء من السعادة. احنا هو قيم وش انتم وتجري وتجارة وتتنافسوا في طلب السعادة، وين السعادة؟ ما لناهاش. ما الواه ديبرسيون مزايد والواه الاغريسيفيتي العدوانية مزايد، واه السعيد واه يكون اغريسيف ويكون لين ملطف. هذا اش قالنا ربي نقولوا ناس حسنا، والكلمة الطيبة كسيسة طيبة ما لناهاش عنها. لنا هذو منافقين ولكن ليست صادقة، قالوا هذا ما تدخلش الاذهان وتدخل للقلوب والافئده، ما تدخلش لانكم فاشلين على كل الاصعده. احنا الناشئين بفضل الله تعالى بكل مجال وبكل قوه، ونحمد الله على ذلك. لذلك امه الاسلام هي خير امه اخرجت الناس، كل افراد يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويتقنون كل هذا ولا مزيه، كل ما عند ربنا اللي هو اصل كل عطيه. ايوه، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي بها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. على لكم
خزنة إمام مالك بيقضي علينا ربك مش شكتي عليكم رب هذيك تبقاوا خالدين مخلدين إلا أن يشاء الله. قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. عملتوا فينا كما تحب، كذبتونا، باذلتونا، عملتونا ما لما خليتم عملتوا سنين مصلحتك تجي مورط تجي مو عجل منا بالتوبة من قريب. يقول يا ربي أنا كنت من الغافلين والمسيئين فاجعلني النوع الآن من الحاضرين بين يديك من المرضين لك من الشاكرين لأنعمك. شنوني تخسر؟ هو الفن، هو الفن الراقي اللي ما تجموش تتخيلوه بلي عطلكم مخكم الشيطان عطلكم مخكم. اش يقولوا؟ قالوا بلى، بئس القول لأنه شهادة عليه. قالوا هو قول صحيح لأنه يعني ما تجاو بعد الوقت المطلوب توصيل سيطوطع. قالوا بلى بلى قد جاءنا ميسي، قد جاءنا نذير. خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام البشير النذير سراج المنير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أو فاش زعام الريحة الإسلام الحبواش، قلنا لكم البرامج تاعكم مخططاتكم كلها مشات في عين الندم، مشات تدخلكم في الندم غادي، لكن الندم لرمور صنزي فيه خدم مش بشكل ربي منكم راك منكم المعتبين الآن لا عتاب ولا يا ربي راني عندي علاش كنت أكد خجمي يا ربي فرض عليك الكفر كتبوا لك ما قلقش، لكن انت اختيارك واختيارك وراء مسؤولية. والآن دوك حسرات اللي انت ما قمش المسؤولية كما يجب أن تقام. نسأل هو أحنا أعلى نار ونتقل المسؤولية لأن النار وراحنا خلقنا ربي لعبادته عبدنا بالطريق اللي يحبه هو بالصدق المطلق كذا، فنحن فعلا نمارس المسؤولية. أما أنتم طالبين المسؤولية وأنتم أكبر غشاشين وأكبر فاسدين في ميدان وما جيبوا كلبة وزاد دي جون دي موفيز. قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أحنا أولي في ضلال كبير هانيتش، لكن أصبر شوية كي لي رالو ديرني سرا ميور كي بيا كومون ديراج فيكو سرير لا يسأل اون بروفيت دي زوكازيون، لكن لسنا بشامتي اوكازيون جاتني تو مدبني في الدنيا اتقن حيائي مع الله واعتبر المسؤولية لا مناص منها. ما ناش عالم اكلم موند دي ريسبونساب الو كي دو ات ريسبونساب. ما عندناش مسؤولية، مسؤولية ربي قال باش تعبدني راك مسؤول عن العبادة او عن غيابها ومعاداة العبادة. تهنى ما نقولكش ارقد وتمان، اما تهنى بطريقة نعرفوها احنا ما نطالبوهاش. وقالوا لو كنا هاو مش نختم هنا شوف بالضبط الفضايح وكيفاش الانسان يلز الروح للخسران. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل سي زافيون ان اونتونمو اي اون ريزون كونا بيان يوتيليزي. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب سعيد رانا ما كناش هنا دي زوت دو برازيل دو لا فورنيس. والسلام على من اتبع البودع.